كتير بيسألني عن مواقع ربحية أقدر أربح منها وأسحب أرباحي على فودافون كاش مباشرة من الموقع نفسه. علشان كده في فيديو النهاردة هعرفك على أسهل موقع لتحقيق أرباح بتصل إلى 14 دولار مجانا، كمان مرة مجانا، وتقدر تسحبهم بسرعة على فودافون كاش. ومش بس كده، هيكون شرح الأفضل وأكتر 3 طرق ربحية مجانية حقيقية ومجربة لتحقيق أرباحك من موقع النهاردة. علشان تعرف كل التفاصيل دي تابع الفيديو للنهاية. السلام الله عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العمل والربح من الانترنت. والنهاردة معانا موقع قنبلة بالمعنى الحرفي لتحقيق اول 14 دولار ليك من الانترنت وسحبهم على فودافون كاش من اول 1 دولار. لكن اكيد قبل ما نبدأ في الشرح، اوعى تبخل عليا باللايك المجاني، واكيد تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو هتشير الفيديو بين اصدقائك اللي بتحبهم اللي عايزهم يربحوا زي ما انت هتربح النهاردة. وندخل في الشرح مباشرة، واللي موقع معانا النهاردة هتقدر تسجل فيه عن طريق الرابط الموجود في صندوق الوصف، بيفتح لك الواجهة اللي قدامك دي. موقع اللي معانا النهاردة اسمه لينك سلايس. ندخل مباشرة على معدل الارباح او CPM بتاع الموقع، وهو تقدر تربح من مصر 14 دولار لكل 1000 زيارة على الروابط اللي هنشوفها في الموقع النهاردة. بالمناسبة موقع لينك سلايس عبارة عن موقع اختصار روابط، كل 1000 زيارة ب 14 دولار. طيب طرق السحب من الموقع كتير جدا ما تعدش. بيبال من اول 1 دولار، لو عندك بيبال تقدر تسحب ارباحك، ما عندكش بيبال تقدر تسحب على باير. باير متاح في كل الدول العربية تقريبا حتى بدون تفعيل. لو ما عندكش باير ومش عايز دوشة باير، روح على فودافون كاش زي ما احنا شايفين. لو مش عايز فودافون كاش فعندك بقى العملات الرقمية. فأسهل طريقة فودافون كاش ثم باير ثم بيبال. ولو مش عارف يعني ايه بيبال وبنوك الكترونية، فانا شارح فوق في حرف الاي هنا كل ما يخص البنوك الالكترونية وازاي تسحب ارباحك وانت عايش في اي دولة عربية، وكمان طرق تفعيل حسابك على بيبال. وندخل لإثباتات السحب اللي موجودة في الموقع بايمنت بروف هنا، فبتلاقي إثباتات السحب بالتاريخ وباليوم. أنا بسجل الفيديو بتاريخ 2011، فشوف بقى عمليات الدفع 9 دولار على باير، 10 دولار على USDT، 1 دولار على باير، 2 دولار على باير. والنصيحة اللي دايما بنصحها لأي حد مبتدئ في مجال الربح من الإنترنت، وهي لما تيجي تشتغل على موقع اختصار روابط او موقع زيارات او مواقع بسيطة وسهلة، حاول كل ما توصل لحد الادنى للسحب تسحب ارباحك زي معظم الناس اللي سحب ارباحها هنا، لان الضامن ربنا المواقع دي كلها محدش يضمن استمراريتها. شوف انا بأكد عليك، والمفروض انا ما اقولش الكلام ده، ولكن للامانة والثقة اللي ما بيننا لازم ادي لك المعلومة دي. وندخل بقى في الشرح في الموقع ونسجل من ضغط هنا على ساين اب علشان يفتح لك الواجهة اللي قدامك دي. هنا بتسجل يوزر نيم، اسم، بريد الكتروني، كلمة مرور، اعادة تأكيد كلمة المرور، وتوافق على الشروط والاحكام وتضغط على ريجستر. زي ما احنا شايفين هنا بيقول لك يور اكاونت هاز بين كرييتد. نعمل ساين ان، عايز تريمبر ماشي، فاضغط هنا على ساين ان علشان ادخل على الواجهة. وبقى تعال نروح لطرق الربح من الموقع. انت بتقدر تربح من الموقع بطريقة من 2. الطريقة الاولى وهي اختصار الروابط بشكل بسيط وسهل، تضغط هنا على نيو شورت لينك وتقدر تختصر الرابط من هنا. ولكن هنخلي الطريقة دي بعد دقيقة من دلوقتي علشان نشرحها بالتفصيل والثلاث طرق المختلفة اللي هتساعدك لتحقيق اول 14 دولار ليك من الموقع. نروح للطريقة التانية للربح من الموقع، وهي من الاحالات، وهي بما يعادل 20% من الارباح. فطبعا انت لما بتروج الرابط بتاعك الاحالة انت بتربح لما صديقك او اللي سجل عن طريقك يربح، يعني وين تو وين، هو يربح انت تربح. دي الطريقة التانية. تعالوا بقى نشوف شوية اعدادات بسيطة في الموقع قبل ما نعرف ازاي هنربح. هنا على الاعدادات فبيجيب لك هنا الاعدادات بتاعت البروفايل، هضغط عليها وهنا بتضيف بياناتك، اسم اول، اسم الاخير باللغة الانجليزية طبعا، وعنوانك والدولة والبريد الالكتروني والرقم التليفون، وده بالاخص لما تيجي تسحب ارباحك
على فودافون كاش. وهنا بتختار طريقة سحب أرباحك، وليكن مثلا فودافون كاش أو أورنج كاش أو اتصالات كاش زي ما احنا شايفين أهو. وهنا الحد الأدنى. نلاحظ معلومة بخصوص الأمانة اللي اتكلمنا عليها في أول الفيديو، والله ما حبيت أقطع أو أغير السكريبت أو أغير الشرح بتاعي اللي أنا شرحه في أول الفيديو. زي ما تشايف هنا الحد الأدنى لسحب الأرباح بقى 3 دولار، ما عادش بقى 1 دولار. عشان كده دايما بنصحك ان انت اول ما توصل للحد الادنى تقدر تسحب ارباحك زي ما احنا شايفين. بعد ما تختار طريقه الدفع سواء كانت فودافون كاش فبتضيف هنا رقم فودافون كاش بتاعك، لو اخترت باير بتكتب هنا رقم المحفظه بتاعتك في باير، وبعد كده بتضغط هنا على سبميت. كده موقعنا جاهز لسحب ارباحنا. تعالوا بقى نشوف ازاي هنربح من الموقع. هنربح عن طريق اختصار الروابط زي ما قلنا، فبكل اللي بعمله بضغط هنا على نيو شورتن لينك علشان احط الرابط المختصر هنا، واضغط هنا على شورتن علشان يجيب لي الرابط اللي انا هروجه والرابط اللي انا هسوقه علشان اي حد يضغط على الرابط ده ويوصل للرابط الاساسي. انت بتحصل على الارباح بمعدل 14 دولار للالف زيارة لو انت في مصر، طبعا 30 دولار لو انت بتستهدف الزيارات من امريكا او الدول الاجنبية. طيب على اي اساس بقى هنختار الرابط اللي احنا هنختصره هنا ونبدأ نربح منه؟ انا هنا هرشح لك 3 روابط او 3 منتجات مستهافة جدا في الوقت الحالي اللي تقدر تربح منهم، وال3 طرق المختلفة اللي هنسوق بيهم الرابط اللي هيحقق لنا الارباح باذن الله. طيب ايه هما ال3 روابط اللي احنا هنحاول نستهدفهم او ال3 برامج اللي احنا هنحاول نستهدفهم؟ 1 الكورسات. الكورسات من اشهر وافضل طريقة للربح من اختصار الروابط. هعرفك النهاردة ازاي تحصل على كورسات مدفوعة بطريقة مجانية، يعني الكورس 28 و30 دولار انت هتحصل عليه بطريقة مجانية وتسوقه بميزة المجانية بتاعة الكورس ده. المنتج الثاني روابط كانفا برو. طبعا كلنا عارفين كانفا وتصميم اللوجوهات وتصميم الصور المصغرة واي تصميم انت عايزه، فكانفا برو من افضل المنتجات اللي تقدر تسوقها. طبعا هي مدفوعة، انا هعرفك برضو ازاي تحصل عليها بطريقة مجانية تستخدمها لنفسك وتعتمد عليها في التسويق للروابط المختصرة. والمنتج الثالث واخر منتج معانا وهي الكتب الالكترونية المستهدفة واللي برضو مدفوعة، هعرفك النهاردة ازاي تحصل عليها بطريقة مجانية، وافضل 3 طرق مختصرة للربح من الروابط المختصرة. اول حاجة احنا هنحتاج اما صفحة على الفيسبوك او قناة على التليجرام او مدونة على بلوجر، ويفضل ان انت تستخدم الـ3 مع بعض، تنوع مصادر الترافيك بتاعك علشان تنوع الارباح بتاعتك وما تكونش معتمد على سورس واحد. فاحنا هنا ادي عندنا الفيسبوك، عندنا بلوجر، عندنا التليجرام، دول الـ3 مصادر او الـ3 منصات اللي انا هشتغل عليهم للربح من استراتيجية النهاردة. وليكن هنبدأ النهاردة للربح من استراتيجية الكانفا برو، تمام؟ طيب احنا هنحصل ازاي على برامج الكانفا برو ونسوق لها ازاي؟ اول حاجة هتحصل على الكانفا برو عن طريق التليجرام. هدخل على التليجرام، طبعا كلنا عندنا تليجرام، واجي هنا في شريط البحث وابحث عن كانفا برو، كانفا برو فري. فزي ما انت شايف كل ديت جروبات بتتكلم عن الكانفا برو فري وبتقدمها مجاني. هختار جروب يكون عدد الزوار عليه كتير، تمام، او المشتركين فيه كتير، وليكن كانفا برو فري تك او كانفا برو فور فري، ايا كان بضغط على واحد منهم وابدا اشوف الروابط اللي هو عارضها. زي ما احنا شايفين بنلاقي كل دي روابط، زي ما احنا شايفين روابط لكانفا برو. طبعا في منها اللي يكون اتقفل وفي منها اللي يكون شغال، ما تقلقش منها خالص، وفي اللي هيكون اصلا عباره عن رابط مختصر، تمام، عايز تستكمل وتحصل على الرابط مفيش مشكله، عايز توصل للروابط المباشره برضه مفيش مشكله. فكده احنا حصلنا على احد الروابط الخاصه بكانفا برو. طب هنربح بقى ازاي؟ اول طريقه هتروح على التليجرام وتروح هنا على ايقونه انشاء جروب واضغط هنا على نيو جروب، وبعد كده اضغط على السهم ده وهنا اكتب كانفا برو فري او اي اسم ليه علاقه بالكلمه المفتاحيه كانفا برو، وليكن مثلا كانفا برو فري، واضغط هنا على انتر علشان يفتح لي الجروب بتاعي اللي انا لسه انشاته. اول حاجه هروح اعملها اروح على الـ3 نقط دول واختار هنا على ايديت وارفع صوره ليها علاقه بكانفا برو، واجي هنا على البرميشن والغي كل البرميشن ديت، تمام،
واسيب بس اد يوزر، مش عايز اكتر من كده، ان ممكن الناس تضغط على او تضيف اصدقائها على الجروب، مش اكتر من كده. وبقى عندي جروب تليجرام مستهدف للكانفا برو او برنامج الكانفا برو، وكل اللي انا هعمله هروح على جروبات الكانفا واجيب احد الروابط دي واشوف رابط مباشر لكانفا برو واروح اختصره على الموقع بتاعي هنا واخد الرابط المختصر وارجع بقى اكتبه هنا في جروب التليجرام بتاعي، علشان اللي يضغط يضغط على الرابط المختصر بتاعي، فبالتالي انا اللي احصل على الارباح. طبعا نصيحة هنا ان ما تخليش كل الروابط اللي بتنشرها على كانفا تكون روابط مختصرة، نوع يعني تكون روابط مجانية مباشرة بدون اختصار روابط، وحاول تكتر منها في بداية انشاء الجروبات على تليجرام لحد ما يكون عندك مشتركين على قناة التليجرام او جروب التليجرام بتاعك. دي الطريقة الاولى. الطريقة التانية بقى هستخدم فيها بلوجر او الفيسبوك الاثنين، وانا افضل ان انت تستخدم فيهم الاثنين مع بعض. هروح على مدونة بلوجر وانشئ مدونة لها علاقة بالمجال اللي انا اشتغلت عليه واختار الرابط بتاعها، وبعد كده اضغط هنا على سيف مدونة على بلوجر زي ما احنا شايفين. هروح هنا على نيو بوست، تمام، واكتب مقالة لها علاقة بكانفا برو. طب هكتب مقالات ازاي؟ استعين بالشات جي بي تي، وهقول للشات جي بي تي باللغة الانجليزية اكتب لي مقال تسويق عن اهمية وفوائد استخدام كانفا برو واضافة رابط للحصول عليه مجان، تمام كده؟ هيكتب لي مقال تسويقي زي ما احنا شايفين، هيكتب لي يخلص لي المقال، اخده كوبي زي ما هو موجود واروح انشره على بلوجر، وطبعا اضيف صورة للكانفا برو برنامج الكانفا، واجي احط هنا رابط الكانفا برو، وممكن احط اكتر من رابط، احط 5-6-7 رابط او 10 رابط، منهم المباشر ومنهم المختصر، عشان لو في رابط قفلت الناس تدخل على الروابط المباشرة اللي بعدها او تدخل على الروابط المختصرة اللي بعدها، تمام؟ واجي بقى اسوق للمقالة دي فين؟ اخد بقى المقالة بتاعتي واسوقها بقى على جروبات الفيسبوك، هروح ابحث عن الناس اللي بتبحث عن كانفا او التصميم واحط رابط المدونة بتاعتي علشان لا يتم حظرها، ركز قوي في النقطة دي. طيب في بقى تركية واضافة ليك لتساعدك في زيادة معدل الارباح بتاعتك، وهي ايه؟ ان انت تكون عندك مدونة على بلوجر احترافية بدومين احترافي.com، علشان لما تيجي تسوق للرابط لا يتم حظره، يكون الدومين بتاعك .com لا يتم حظره، تزود قوة مصداقية المدونة عند الزوار اللي هيشوفوا المقالة بتاعتك. ازاي؟ انا بوفر لك بخصوص الجمعة البيضاء كوبون وخصم الحجز ارخص دومين .com على الاطلاق لمدة سنة مع هديتين باقل من 2 جنيه استرليني او بما يعادل 2.5 دولار او بما يعادل 120 او 130 جنيه مصري، مبلغ زهيد جدا لبداية استراتيجية ربحية محترمة خاصة بيك. هتفعل الكوبون ازاي؟ هتلاقي رابط التفعيل موجود في صندوق الوصف، بيفتح لك الواجهة اللي قدامك دي، وزي ما انت شايف اهو الدومين دوت كوم باقل من 2 جنيه استرليني، بضغط عليه واجي هنا ابحث عن الدومين اللي انا عايزه، وليكن مثلا يوسف احمد دوت كوم، اشوفه متاح ولا لا. هنا اهو متاح، اي ام افيلابل بقى بروسيتو باسكت، بروسيتو باسكت، بروسيتو باسكت، وتركز هنا علشان لا تحمل اي تكاليف اضافيه. الدومين اهو بكنسل اللي تحتيه واكنسل اللي فوقيه علشان يفضل لي بس الدومين بتاعي اللي انا عايز احجزه اهو ب 2 جنيه استرليني. اضغط هنا على كرييت اكونت وابدا احجز الدومين زي ما احنا شارحين فوق في حرف الاي هنا بطريقه سهله ومجانيه، واربطه ببلوجر وابدا انفذ الاستراتيجيه اللي انا شرحتها من ثواني. بروح هنا على جروب الفيسبوك زي ما قلنا وابدا اروج او استعين بمنصه كوره، تمام، وابدا اسوق للروابط بتاعتي سواء كانت الروابط التليجرام او روابط المدونه، بس زي ما قلنا انا بحفز دايما المدونه علشان يجي لي ترافيك مستهدف على المدونه اقدر اربح منها من اختصار روابط، وكمان ممكن احط كده رابط تسويق بالعموله لمنتجات التسويق بالعموله القويه والمحترمه اللي انا شارحها بالتفصيل فوق في حرف الاي هنا باكثر 5 أو 10 استراتيجيات مختلفين للربح من التسويق بالعموله على مدونتك على بلوجر، يعني اربح من تسويق بالعموله، اختصار روابط، اعلانات ادسنس، ولا تنسى فلتره الاعلانات، كل دي استراتيجيات للربح من المدونه بتاعتك، تمام؟ تقريبا كده احنا خلصنا الطرق، لكن
انا في اول الفيديو قلت لك انا عندي 3 منتجات. اول حاجه كانفا برو وعرفنا نجيبها ازاي. المنتج الثاني هو ايه؟ الكتب المجانيه، موقع libjin.is من اسهل وافضل مواقع الحصول على الكتب المدفوعه بطريقه مجانيه. دور على الكتب المدفوعه على امازون، تمام، وتعالى ابحث عنها. هنا هتلاقي كتب مجانيه كتير جدا، ثمنها 10 و20 و30 دولار على امازون، هتلاقيها موجوده هنا بطريقه مجانيه. ده كان البرنامج الثاني. البرنامج الثالث معانا وهو ايه؟ وهي الكورسات. عندك موقع افضل مواقع الحصول على الكورسات وهو موقع real.discount، زي ما احنا شايفين هسيب لك كل الروابط والكوبونات والعروض في وصف الفيديو او في التعليق المثبت. هتلاقي رابط هنا ريال ديسكاونت، بيجيب لك هنا كل دي كورسات مجانيه كانت مدفوعه هتحصل عليها بطريقه مجانيه. زي ما انت شايف 44 دولار بصفر دولار، اهو 0 دولار كانت ب 45، تمام. فانا هنا اقدر اختار الكاتيجوري او التصنيف، شوف بقى تيتشنج ديفلوبمنت اي تي ماركتنج اوفيس بزنس ديزاين هيلث اند فيتنس فوتوغرافي او فيديو، فهختار هيلث اند فيتنس. فكل دي كورسات مجانيه كانت ب 20 دولار و30 دولار و40 دولار، زي ما انت شايف بتلاقي هنا كل دي كورسات مجانيه خاصه بالهيلث اند فيتنس، تقدر تحصل عليها وتروج للكورس ده بطريقه مجانيه على جروبات بقى التليجرام او الفيسبوك او مدونات بلوجر بالاستراتيجيه اللي احنا شرحناها. يا رب اكون قدرت ابسط الموضوع قدر الامكان، مش عايزك تتعقد، الموضوع سهل، محتاج بس منك تركيز وقت مجهود زوار، هتحصل على ارباحك وتقدر تسحبهم على الموقع زي ما قلنا بداية من 3 دولار على فودافون كاش بعد التحديث الجديد اللي ظهر على الموقع. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بشكل مبسط وسهل. فلو عجبك الفيديو متبخلش عليا باللايك المجاني، واكيد اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلك جميع فيديوهاتنا وكل ما يخص العمل وربح من الانترنت، وانتظرونا فيديو جديد وموقع جديد واستراتيجية حقيقية مجانية للربح من الانترنت. والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.